بالله من الشيطان الرجيم. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами послушаем чтение Корана от брата Мухаммада. Этот брат, как я понял, из Узбекистана. Этот тарвих был в 2023 году. Если вам понравится этот чтец, его стиль чтения, иншаллах, я буду делать больше видео. Напишите в комментариях. Вот. А мы с вами начнем. Бисмилля. Алхамду лиллахи раббиль аламин. Ар-рахманир рахим, малики йаумиддин, ияка на'буду. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.